كنعطيها التحية ومرأة مثالية فنانة في أي ماشي في أي مجال. كاين مجالات اللي ممكن تشجع عليهم وكاين مجالات لا. بحال داك الشيء ديال الغناء وداك التخربيق علاش الفن حاجة شوية بحال ناقصة فهمت ما عطاوهاش فهمت بحال تغني في الكازينو بحال اللباس شويه كيكون غير محتشم ولكن كاين فنانات محترمه كتشجعهم ماشي بحال قلتي الدراسه وبيلوت ونيت وكنعطيهم التحيه وكنشجعهم على العطاء وشكرا وراء كل رجل رجل امراه عظيمه ايوا المرأة المغربية واش غادي نقول لك نحتارموها شنو هي؟ نحتارموها ايوا ونقدروها الشكل ما في حقها ايوا من واش غادي نقول لك نعطيوها القيمة ونعطيوها ايوا واش غادي نقول لك هذوك مساكن مكرفصين وكذا القانون ما كانش هنايا في البلاد فهمت كون كاين القانون بحال هادوك المرأات هاد الهجالين وهاد الأرملات يديروا لهم شي خلصة من الشهر للشهر ماشي قلت لك يجيبوا هنا يا مرأة في مهرجان ولا تجي تما تغني يعطوها 100 مليون وهنا تلقى واحد مسكين ما لاقيش حتى باش يتعشى ولا باش نيشان يعطوها مليار ولا تغني وتمشي. المهم بمناسبة عيد المرأة تحية لهم والله يخلينا والدينا واللي الوالدة ديالو ميشا الله يرحمها. المهم تحيه للنساء والرجال يديروا شي بروموسيون باش يمشيو نخطبوا خصهم يديروا شي بروموسيون في المستوى باش يمشيو نخطبوا لان المستشرف بدا يكبر فهمت هادشي اللي بغيت نوصل لكم وبيز لك بروموسيون جوج ملايين انا نحرك بزودياك جيت سكي كاع قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.